صخر عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم سناء بيوتي. كنتمنى تكونوا على خير وبخير بصحيحه جيده ان شاء الله فين ما وفوق ما كنتو كتشوفوا هذا الفيديو. هذا الفيديو هذا غادي يكون تتمه ديال الفيديو السابق اللي حطيت لكم ديال الوصفه ديال زياده الوزن. الوصفه اللي كتاخذ صديقه ديالي اللي قلت لكم كانت كتاخذ جوج ديال الوصفات، وحده في الصباح وحده في الليل. سبق لي حطيت لكم الوصفه اللي كانت كتاخذ في الصباح. الناس اللي مازال ما شافوهاش، وصفه خطيره جدا كتعطي نتائج رائعه في زياده الوزن وابراز المعالم الانثويه خصوصا الصدر. غادي نخليها لكم في صندوق الوصف الناس اللي مازال ما شافوهاش، والناس اللي سبق لهم شافوها غادي نكملوا الفيديو، غادي نعطيكم الوصفه اللي كانت كتاخذ بالليل. فبلا ما نطول عليكم غندوزو مباشره باش تكتشفوا مكوناتها وطريقه التحضير ديالها. ولكن قبل غادي نكون فرحانه انك تنضمي للعائله ديالنا سو يوتيوب، واحد العائله اللي هي زوينه بزاف، وغيكون شرف لنا انك تنضمي لنا. طريقه جد سهله، ما عليك الا تابوني في القناه بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، سبسكرايب سابوني او الاشتراك. ما تنساش كذلك انك تفعلي خاصيه الجرس باش انفو نحط شي فيديو يوصلك اشعار به. واهم حاجه ما تبخليش عليا باللايك وبالبارتاج. اذا الحبيب ديالي غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله، ونبداو باكتشاف المكونات اللي هي مكونات بسيطه خفيفه سهله ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. هما مكونين فقط. المكون الاول هو سيريلاك او غذاء الاطفال. سبق لي حطيت لكم به وصفه لزياده الوزن، وحطيت لكم كذلك مجموعه من الماسكات الرائعه جدا سواء كانت لبشره الوجه عفوا او للجسم. غادي نخلي لكم الروابط ديالها في صندوق الوصف، ضروري تمشوا تشوفوها لانها رائعه جدا. وعلى فكره البنات بقاو كتطلو مره على صندوق الوصف لانني كنحط لكم فيه بزاف ديال الحويجات، وكنحط لكم كذلك حتى رابط قناتي الثانيه بمناسبه. كنتمنى على انكم تمشوا تنضموا للعائله ديالنا الثانيه في قناتي الثانيه وتشتركوا فيها وتدعموني. هي قناه اللي هي للاعمال اليدويه، قناه زوينه بزاف، كنتمنى انكم تدعموني فيها. رجعوا لموضوعنا. بالنسبه للسيريلاك الا لاحظتوا معايا كنعطوه للوليدات الصغار، وكلكم كتشوفوا الوليدات الصغار فاش كيكونوا ياخذوا هذا الغذاء هذا كيفاش كيكونوا ما شاء الله غليوضين، الحنيكات ديالهم مطبزين منفوخين، كيكونوا البشره ديالتهم زوينه بزاف. دونك هو واحد الغذاء متكامل وفيه بزاف ديال الحويجات اللي هي مفيده للذات ديالنا. بالنسبه للمكون الثاني هو بيرلي، ضروري يكون بيرلي ماشي شي ياغورت اخر. بيرلي هذا الشيء اللي قالت لي صديقه ديالي. دابا غادي نحضروا الوصفه. اذا غادي نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. غادي نحتاج واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه بيرلي هو الاول. صافي، من بعد ما فرطت بيرلي في هاد الزلافه دابا غادي نضيف السيريلاك. غادي غير نحلو بعدا. غادي ندير هاد القياس ديال جوج المعالق كبار. غادي نخلط هاد المكونات. انا غادي نخلطها مزيان ونرجع لكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالها، كتاخدوها اخر حاجه بالليل يعني من وراء العشاء ديالكم حتى كتبغيو تنعسوا. صافي تبغوا تمشوا هكا تنعسوا، كتاخدوا هاد الوصفه هادي، هاد الكميه هادي اللي حضرت معاكم كتاكلوها. والوصفه الاخرى اللي سبق لي حطيت لكم في الفيديو السابق كتاخدوها في الصباح، دونك هذيك في الصباح وهذه في الليل بشكل يومي في اقل من 15 يوم ان شاء الله غادي تبان لكم النتيجه. وبهكذا غادي يكون سالا فيديو اليوم. كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم ويرقكم، وكنتمنى كذلك انني نكون كنلبي بجميع الطلبات ديالكم، لانكم ما تصوروش الكم الهائل اللي كيجيني ديال الطلبات على وصفات للزياده في الوزن سواء كان هنا في اليوتيوب او لا في الانستغرام. خصوصا في الانستغرام كيجوني بزاف ديال الاسئله، راه دائما انا مع البنات تما كنهضروا. بمناسبه غادي نخلي لكم انستغرام ديالي في صندوق الوصف، بتوجو عندي 100 ألف مرحبا بكم. فكيف قلت لكم كنتمنى نكون كنلبي طلبات ديالكم. اي وصفه كنعطيها لكم كونوا على اكيد
كونوا على اكيد، كونوا على يقين على انها مجربه ومضمونه كيف قلت لكم، سواء مني او لا من الاقارب والاصدقاء ديالي. وحتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده ووصفه جديده. ما تنساوش تابوناو في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها، ما تنساوش كذلك انكم تدعموني بلا لايك ديالكم وكذلك بتعليق زوينه. حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده، كنقول لكم تهلاو في ريسكم، كنبغيكم بزاف، والسلام عليكم.